الشارع المصري كمان عنده جدل بين مؤيد ومعارض، واللي بيقول لك نشوف اتطلقت ليه. طب ما كمان عايزين نعرف هي بتطلب الطلاق ليه؟ يعني ما هو ما فيش واحده بتطلب الطلاق فقط للهوايه او للفراغ، يبقى اكيد عندها سبب برضه. معقوله يعني 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 اي منطق في الدنيا بيحاولوا يصدره لنا ان هذه المراه اتجوزت الرجل عشان يبقى عندها شقه وتاخد عيل وتبقى واخده لقب مطلقه وتجيب عيل تصرف عليه وتتعب وتنزل تشتغل وتتبهدل عشان خاطر شقه؟ يا جماعه ده 90% بيطلقوا النهارده في ايجار، في ايجار جديد. هو في حد بيشتري شقه تمليك النهارده في شباب؟ ورغم ذلك مطلقاته مارين مرمي في الشوارع، مش عارفين حتى لا يشتغلوا ولا ياكلوا ويشربوا. في الاخر الراجل يروح يقدم شهاده مضروبه يقول ان مرتبه 400 جنيه عشان في الاخر تاخد 200 جنيه عشان ابنها. لا ده انا بشوف ما هذا عندي على الصفحه، عندي مئات الالاف من المطلقات هم بيعانوا يوميا، كل يوم بيجي لي عشرات الالاف. انا نفسي في 200 جنيه لابني اكله واشربه، انا عايز اشتغل وبروح لاي واحد اتوظف يعتبرني فريسه، انا مليون واحد بيعرض عليا النهارده نتجوز نعيش مع ايه. يا جماعه ده لازم نعاد نظره المجتمع للمطلقه دي. امراه يعني كانت بتحلم يبقى ليها بيت وتستقر وحياه، وفجاه لقيت نفسها في الشارع. يعني جميل. ازاي نضيف ليها اباء تانية كمان بموروثنا ده؟ وبعدين بص يا استاذ جهان، احنا بندرس للولاد عندنا بنقول لهم يا جماعه في اختيار شريك الحياه في مقاييس لاختيار شريك الحياه، في تكافؤ اجتماعي. صحيح. في انسى بقى فكره هي مطلقه وانت مطلق، خليني افكر بالظبط، شوف الخصائص الموجوده من سماتها الشخصيه عيوبها ميزاتها، والعكس صحيح برضه البنت تشوف سماته وعيوبه وتتغاضى عن فكره انه مطلق او هي مطلقه. ده ما تقوليش طيب. انا مطلقه خليني اخد